كنت درت واحد لوتيت سميتو صفاء ادي اللي كنخرج هذا واحد الشهر. مي كاين دي بروجي كاين دي بروجي مي ما كاينش شي حاجه زعما فيكس اللي كنقولوا ها هو البروجي بالضبط. الراب في المغرب غادي زعما غادي مزيان كاين تبارك الله الدراري اللي تاهما طالعين دابا مع هذا لو ديفلوبمون ديال يوتيوب توسكي انترنيت خلات يعني بانوا بزاف ديال لي زارتيست اللي كاينين في المغرب اللي عندهم بيبليك ديالهم كبير. لان كاين بيبليك اللي يعني اللي جا من لا راديو كاين بيبليك اللي كاين زعما دي زارتيست اللي عندهم بوكو د فان ولكن بوكو بليس في انترنيت والويب. انا ما كاينش خوف على الراب يعني المغربي كاين بزاف الحوايج الحمد لله وصلنا ليهم وكنتمنى مازال نخدموا اكثر. لا شوف بالنسبه لهذه القضيه كانت قديمه اي ارتست لنا في هذيك لا بيريود كانوا بزاف يعني كنا كنسمعوا بزاف الراب امريكان فهمتيني يعني كانوا بزاف ديال لي ارتست ولكن كنظن ان اش نيم يعني هذه السنين الحمد لله الا شتي لي تيتر ديالي فكتلقى لا علاقه مع لو ستيل كاع امريكا دونك بالعكس انا كنقول اش نيم بالعكس فرض واحد لو ستيل ديالو والدليل على ذلك هو الحمد لله يعني كاين بزاف تا خارج المغرب يعني كاينين الناس اللي عاجبهم هذا لو ستيل هذا هو التوجه كان لو بروميير تيتر درتو سميتو افريكانو لان كنت مشيت شاركت في واحد المهرجان الدولي سميتو فيستيفال انترناسيونال دو هيب هوب كان في واحد المدينه سميتها كاولاك في السنغال وتما قلت علاش لا ندير شي حاجه من اجل افريقيا لفاتني مشيت حتى تماك كنت ما نجيوش خاويين. بون كان واحد لو تيتر الحمد لله ولكن تخديت به مروكو ميوزيك اووردز سنه 2015 كاحسن مغني في ديال الراب هيب هوب ار ان بي ويعني كان واحد لو فيدباك بوزيتيف كانوا بزاف الناس عجبهم هذاك لو ستيل الناس اللي خارج المغرب يعني مي شافوا ان مغربي مثلا كيغني بموسيقى افريقيه فكانت شويه دلا كيوريوزيتي دونك موراها كنت درت لو تيتر واش راك ناشط اللي حاولت نتوشي فيه ندير واحد لا ليزون ما بين الايقاع الافريقي والايقاع المغربي يعني الامازيغي. لا الحمد لله كان يعني كانوا ديجا درت دي تورني تماك كو سوا يعني في السنغال كاميرون موريتانيا و غراس لان خصك تعرف واحد القضيه لان ملي كتكون صد عليك راه ما يمكنش الناس يكتشفوك ولكن ملي كتمشي تماك وكتادي واحد البريستاسيون مزيانه وكما كيقولوا كتهز بالدرابو ديال المغرب فكاينين متتبعين اللي كيشوفوا لا كاليتي ديال لا بريستاسيون ديالك و سي سور كتكون اون سويت. مغربي ما نقولش لك عندي فهمتي كيكان اللي بالضبط ولكن كنحترم زعما كاع لي رابور اللي كيخدموا لان انا كندوي ماشي كمتفرج او متلقي وانما كواحد منهم كنحترم اي رابور يعني حاول يزيد بهذا الفن لقدام لان تخيلي معايا فنان الفراب اللي كيعطي وما كياخذش فما يمكن لك الا توجه ليه التحيه. دونك انا بالنسبه لي كنحترمهم كاملين وكاملين في عندي في مرتبه واحده. وصراحة هي صعيب وكلما يعني الانسان كيكبر في لاش كيتزادوا عليه مسؤوليات كو سوسوا في لي دو كوتي دونك سا دوفيان ديفيسيل هي ما سهلاش ولكن كنحاول نخدم بواحد الطريقة يعني شوية انتيليجونت باش كتوفق. بون الاهل ديالك هما كيعاونوك لان ما يمكنلكش دير كل شيء الانسان كيعيش 24 ساعة في النار هي كيستيون شوية دورغانيزاسيون شوية ديال التنظيم ولكن دائما عندي الاسبقيه فهو العمل ديالي يعني الميدان الفني كيجي في المرتبه الثانيه. ما كنظنش ان البولفار مات فربما الى انهم ما دارش ليفينمون فهادشي يمكن لكم يعني تسولوهم بالضبط ولكن بالنسبه لي اللي عارف انا فهي ربما متعلقه بالكوتي يعني مادي فهمتيني مي بالعكس دي بيرسون كي سون تري اشارني في الخدمه ديالهم وكي كيتقاتلوا على داك الشيء كيديروا كيبغيو داك الشيء اللي كيديروا وربما الى هاد العام ما دارش فسي سيغ سيغتان العام الجاي دار. كنتمنى غير الناس انهم يعني كسوا مستشعرين او لا هذا يعاونوا لان مدينه كمدينه الدار البيضاء وما يكونش في ان ايفينمون ارتستيك في قيمه البولفار فماشي هذيك.
نيو سكول نقدر نقول لك ان كاين دي زارتيست اللي متبعين فهمتي غادي مع الموفمون يعني الجديد شنو كيوقع عالميا بحال دابا لو ستيل ديال التراب بار اكزومبل اللي كيتلعب في الولايات المتحده ولا شي حاجه كاين هادشي معروف كما حنا بدينا في واحد في البدايه فانا كتبع واحد الموجه واحد لو ستيل عاد انا الارتيست افيك لو طون كيبغي يفرض مثلا واحد لو ستيل ديالو او لا واحد هذا كيقدر يدير شي حاجه جديده كرياتيف انا شوف انا واحد القضيه انا اولد سكول نيو سكول انا في الموسيقى انا منفتح ماشي من داك المتعصب بزاف ولا شي حاجه فلا مثلا شتي لو تيتر ديال شد فني دايو كنحيي خالد دواش على لا رياليزاسيون ديالو فهو سي لود سكول سي لاندر جراوند فهمتيني هذيك المدرسه اللي بدنا فيها عمرنا ما نفرطوا فيها ومؤخرا لعبت بزاف ديال لي ستيل هما تري ديفيرون فهمتيني اللي ما عندوش علاقه بالاولد سكول وبالعكس ما ماشي زعما انا قلبت لو ستيل شي حاجه غير داك الشيء اللي حسب فيلين حاجه اللي حسيت بها فكنديرها الهابلو صبر توندريس دونك ام سي بيرات اللي كان معايا في جروب كازا سيستم دونك كانوا بزاف باقيين الدراري مره كيخرجوا ولكن كل واحد ظروف خاصه يعني ماشي هي مساله ديال انهم ما عندهمش بالعكس تبارك الله الدراري واعرين وربما كل واحد عنده فما باغ اكزومبل الهابلو انا عارف بانه يعني هو سانوم دافير اون باراليل دونك تعرف الاكراهات اللي كاينين وداك الشيء ولكن يعني كل واحد عنده لي ريزون ديالو مي عارف باقي الدراري باقي خدامين باقي غادي باش تخدم بالراب يكذب عليك شي واحد يقول راه كندخل زعما شي حاجه كثير لان كشي تخدمو خصك تخسر دابا المشكل ان التنافسيه كبرات يعني خصك المتطلبات الماديه عاوتاني كبر فهمتني وثاني حاجه هو ان كما قلتي يعني الواحد خصو يدير شي حاجه اون باراليل دونك مع الوقت بلا ما كيشعر فداك الحاجه الثانيه اللي كيدير كيلقى بان هي مهمه ليه اكثر وغادي تدخل ليه فلوس اكثر دونك بلا ما كيشعر داك لا بريزونس ديالو ما كتبقاش كثيره في الميدان ديال الهيب هوب لا لا ما نقول قبال من داك الشيء غادي نوقف ولكن يعني لو وقفت كنقول غادي تبقى ولكن تبقى بعيد يعني تحاول دير شي حاجه اللي تخدم بها الدراري داك الشيء اللي داز علينا حنا ما بغيناش الدراري اللي جايين يدوز عليهم هذا هو الحاجه اللي نقدر ندير فوالا نقدر نعاون فيها